الصيد من الحرف الشعبية التي توارث محبتها الاباء عن الاجداد، بالرغم من خطورتها وصعوبتها الا ان عشقهم للبحر في تزايد مستمر، خلونا نسير ونتعرف على حرفة الصيد في الماضي. حياكم الله مشاهدينا وفي البداية خلونا نرحب بضيفنا اليوم في حلقتنا لهذا اليوم بالوالد محمد صالح. يا مرحبا بك مساك الله بالخير. والخير والسرور حياكم الله ونحن نتشرف فيكم بهذا المكان. والله الشرف لنا الوالد. شو اخبارك عساك بخير؟ الحمد لله الوالد نحن اليوم بنتكلم معاك عن حرفة أو مهنة كانوا في الماضي يشتغلون عليها وبكثرة واللي هي حرفة ومهنة الصيد اللي كنتوا تتعلمونها من الآباء ومن الأجداد وانتقلت عبر الأجيال. ففي البداية قلنا الوالد محمد يعني شو العلاقة القوية اللي تربطكم بالصيد وبالبحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم اول كان ما في خشب عندنا عندنا الاهالي والايداد والاباء فيش يصنعون بس على قد حالهم خشب ماشي شيء ماشي يصنعون الشاشه اشياء بدائيه بسيطه كانت عندكم ايوه يصنعون الشاشه من الجريد النخيل ومن الكرب يصنعوها الناس الرجال يصنعوها من مواطنين عارفين متفننين بصناعة الشيوش. شو الأدوات اللي كنت تستخدمونها في صناعة الشيوش؟ هاي الشاشة نلعب فيها نصيد فيها الأسماك. حتى البرية. الأسماك تصير فيها وين؟ غبة. بحر سبعة ما زيد والشاشة هاي منظور العي موجودة. الشاشة فت فيها في ما تزيد عن ثلاثة ولا أربعة. حتى لو كانت كبيرة. ما تشيل اكثر من نفرين النهايه فيها خبوق بس شو شال انها شال انها شال انها الكرب الكرب شال الشاشه شال الـ 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 الزفاره هاي يقول هاي زفاره هي. وتحط الزفارة زفاره من الحبال وتحط الـ 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 الكرب داخل الزفاره ويلم فيها بعض بعض ويرتبون ترتيب مع بعض ترص بعض بعض والكرب لازم يرص بعض بعض ما تنسى لا يربط كان مره عشان الشاشه سيده على حسب الوضع اللي هم يبوه يبوا الشاشه كيف؟ طيب ممكن سته درع في ثمان درع في عشر درع على حسب طلب صاحب الشاشه اللي يسويها لنفسه كان في هناك شخص معين يصنع لكم الشاشه ولا انتم بروحكم تصنعونها؟ في في ناس مخصصين في زباره وفي دوليه وفي خور فكان كانوا يصنعونها النقميين يصنعونها الشيوش حوالي ثلاثة فار من الزبارة أربعة فار ثلاثة من الزبارة صنعوها هاي صناعات والصناعة في هاي الشاشة تبل بالأقل يوم ولا يومين يوم ولا يومين بس ما تاخذ وقت ما تاخذ وايد وهاي يسوي زفارة الخوص وين يسووه؟ يجردوا من الخوص تم زور ويسووا كمية كامل ويربطونه بالأصفار بالحبال وين يحطه؟ يتحطه وين في البحر يتخلل هذا الزور سبع ايام، ثمان ايام، عش... على حسب. يعني ما تستخدمونه من بعد ما تخلصونه؟ لا لا. تخلونه في البحر شويه؟ ال الجريد الخوص من النخيل يخوز منه الخوص يخوز منه الخوص كامل يرد يتم زور كامل خالي، زور وهذا الزور يربط بحبل وين يوده؟ يوده داخل البحر كسار المويه. ها. يحطه هنا وحطه في حصى ما حصى ويربط فيه الموية ما يروح. يكون ثابت اي ثابت لين سبع سبع ايام ثمان ايام هذا ليش حسب كنتوا تخلونه سبع ثمان ايام في البحر آه ما تستخدمونه؟ يتنفخ آه. الزور انت الحين تروح زوره يوم واحد يدخل ماي زوره شرب تشرب تصير بتيلك هذا يتلبن وهذا زور يتلبن تلبين زي البان على حسب يذين شويه على حسب الاستعمال كيف كيف صاحب الصنع يسويها لف فوق تحت لف لف مثل خزران يتلبن الشاشه هي بس لو نوضح للمشاهدين مثل الشغله اللي عندنا هني في الاستديو نعم مثل هذه وهذه لازم الشاشه لها سكين حاده سكين حاده يفرم وين تبى الزور كيف على قد على قد يخليه على ملمس واحد ملمس واحد سنتر واحد ولازم هاي يفرم يفرم يسوي زي الحبل يفرم يدخل الحبل يرص يلب كامل على شو منظور العين يعني ما شاء الله هي شغله صعبه شويه شغل صعبة عليكم لكن ما شاء الله عليكم بيومين تخلصونها. لكن الناس فاهمين. منو هذا اجدادهم يشوفوا كيف. والاباء يشوفوا كيف فهموا على حسب ابائهم واجدادهم بس فهموا وعرفوا كيف كيف صناعه الشاشه. مع الممارسات تستوي الشغله سهله عليهم. آه مراسة ممارسه الشاشه هذا عارفين معرفه تامه مره. يتعلموها أباهم اول كان اول. كيف أباهم يتعلمون من ابائهم مالهم مشوا عليها الشاشه فيه ثلاث اربع غصوص غصتين ثلاث أربعة حتى لو كانت اكبر ما يزيد العدد بس ما تزيد ثلاث غصوص كامل مني 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 اربعه ومني اربعه على حسب ليش هالخصوص هذا؟ توازن ميدافين ميداف واحد هني وواحد هني يجر واحد يقابله كان اه ير ميداف له لوح طرف شوية. ايوه طرف لازم له عمود العمود وين ما من لوح لوح من من, من, من السدر من السدر شوف كيف من الشجر ملوش سيده يقص ويرتب ويجيب لوح يربط باللوح يفرم يطلب لوح كامل عريض زي صبي الجد ويربط زي ميداف <سؤال> مثل شكل الايد صح ايوه مثل الايد هذا, هذا يكر في الماي يزمر في الماي تمشي الساشة فيه ينفع، ها يجر، لين وين يبقى مكان الحدق وين مكانه يعرف الميشان وين في, في الوالد ما انك طريت انه هو يتم يحرك ويجدف لين ما يوصلون للمكان اللي يحسون انه فيه كثره او وفره من الاسماك، كيف نعم. تتعرفون على هذا المكان؟ كيف تعرفون انه في هذا المكان في مجموعه كبيره من الاسماك؟ هاي مدلينها اول سابقا دلين اباهم وأداهم قالوا هاي مكان هذا يعني هو نفس المكان يكون اي اي, اي ليه مشان بين مثل بين جبل وبين جبل ثاني يقارن بين وبين هذا بين هذا اذا خطا ما بتصير سمك في هناك ميفر هو في ميفر يتجمع فيه الاسماك الكثيره جميع الاسماك اذا زل الميفر هذا الشاشه زلت على مكانها عن مكانها الاصلي لا ما بتحصل سمك ضيع المكان ضيع المكان لكن لازم صاحب الحديق يشوف وين يضرب بن يبل لليبل ويكون بالنص ها بالنص يتوح الطرحه الطرحه بالحصى شو هي الطرحة الوالد؟ شو هي الطرحة؟ حصاه طويلة كركم الله ويربط فيها حبل سميك بالوسط لا تتحب تنازل كذا، إذا ما كذا يمكن تنسل من الحبل تروح القاع لكن لازم تمسك مساك عدل يثبتها يربطها وتشبك أيوة مني وتشبك ثلاثة أربعة وتربط براط عضل مروس صحيح رباط سميك ويتنزل لين إيه؟ يوصل بالقاع القاع يوصل القاع يتوه حوالي يمكن 10 باع او 15 باع اذا ما له زياده يسوي 20 باع زياده الشاشه تمشي على حسب الماله شرق ولا غرب تكون تحت ايوه تروح يوم ما الشاشه انزمرت مسك الحبل ربطها بالطرف او بالغصن بالغص ربطها طرف الشاشه ايوه طرف الشاشه على الشاشه ما مسكتك يلا الميشان الميشان شو طعم ربوه ولا ولا والاشياء ربط واحد في الاطراف ما يتوب شنوع بال... الطعم اللي كنتوا تستخدمونه قبل في الماضي؟ يعني في هالايام آه في انواع كثيره ممكن يستخدمها الصياد، لكن قبل في اشياء معينه واشياء بسيطه كنتوا تستخدمونها كطعم للاسماك، شو كنتوا تستخدمون؟ طبعا الفضحة عندك الربوه هاي صغيره هاي نحدقها في المحدقه في فضحة يسموها نيسرة نحن نسميها هنا ربوه صغيره هي ربوها. اللي ثبتون فيها الطعم ايوه فيها الطعم ناخذ منها من الدروج انكسر الدروج هذا مثل السي فاير نكسره ونرطبه زين ونشل اللي ونحدق فيها نجيبها حوالي ثلاثين 30 40 هذا ربوه والربة هي زي الفضحة يسموها ناس زي نسميها ربوه صغيره وهذه نفعتنا احنا اكلنا وطعمنا واشي كل شيء فيها نجيبها داخل كثير ونشلها هذا طعم للحداق رحنا ها كلش كام نزلنا للبلد وين مكان النبع بعد شوي لازم الاشخاص لازم يتقابلون وجه بالويه ما يعطوهم الظهر لا هني واحد هناك واحد تقابل بالويه بالويه والخيط هني والخيط واحد مني ما كل مكان واحد عشان شاشات تميل عنا واموي خاف تنقلب عنا تنقلب هاي لكن نحن نعاير الشخص نحن هنا هي طرف وهاي هي طرف هنا بالاطراف ما يجي طرف كنا مكان واحد توازنونه يكون في مثل التوازن التوازن هي. اذا انا هني هنا صاحبي يروح هناك الساسة مثل ميزان هاي يحلق بهني يسار وثاني يحلق يمين والسمك الحمد لله اول الشقار عندك انواع كثيره كانت قبل عكس الحين نوع ولا نوعين تحصلون الهامور عندك الشعري عندك الصافي عندك الشقار عندك البرطام عندك جميع الاسماك الاسماك كبار بعد ما في اول حين سلطان ابراهيم يتروح اخر شيء تسوي سلطان صغير لا اول الحمد لله رب العالمين <applause> انواع كثيره كانت الخير وايد كان قبل اول خير في البحر مرعى مرعى فيه كثير وديان قليل، الاسماك تقدم من, من 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 الوديان انزين والد محمد بعد اللي أبغي أعرفه يعني أه رحلات الصيد كم من الوقت تاخذ منكم كم يوم تتمون في البحر ولا من تطلعون مثلا العصر تردون في الليل كم من ساعة وترجعون ولا تطول عندكم رحلات الصيد من قدا العصر صلينا في المسجد يا رجال ما عندنا فلان يا فلان يلا نروح نطلع على البحر الطعم فيه الطعم عندك يلا رحنا حطينا الطعم أنا وجرينا لين النباه وين مكان النباه وين؟ يمكن انا ما هذا يعني لازم يكون واحد منكم عارف هي المكان هي هي. يعني يا وين؟ هذا علم الثاني تعلم كل شيء كامل فهم، اذا بروح مكان ثاني والثاني خلاص فهم كل شيء تعرف يلا الحد كل الاسماك واحد حضر واحد كل شل عبانات شل الشعر والاشياء والاسماك الكبيره بعد الحمد لله في كانت بعض الايام تصادفكم ترجعون بدون صيد؟ فيه اذا بنروح مثلا بحد زين حلو بنوصل بعد ساعه نوصل يا الماي يا الهواء هواء هو كثير جاي نعشي نرجع تنقل فيها قبل ما تعرفون اذا اليوم في هواء ولا ما في هواء ولا في مطر ولا لا ما تعرفون حاله الجو قبل إنزين والد محمد نحن مستقبلين سوالفنا عن الصيد وعن البحر لكن بنظهر الفاصل قصير مع مشاهدينا ونرجع بعد نواصل خلكم معنا